صافي تصدمت في الاول، شنو كاتبين اللي بغيت تساعد معنا يجي يتسخر معنا حيت باقا الواد مدخل ديالنا الرئيسي ديال الفلوس. اسمي عبد الرحيم الحيان، اسم الوالد ديالي سعيد الحيان. حاليا انا الوالد ديالي مريض في مستشفى، كنجيني انايا باش نجمع شويه ديال الفلوس حيت باقا الواد مدخل ديالنا الرئيسي ديال الفلوس. الوالد ديالي الاربع اللي فات دخل هو وباقي ما خرجش حتى كان الوالد مشان السبيطار قبقى المشدود تا كان سالي عادي كنجي نفتح الوالد كتقاب الوالد. القصة كيفاش ملي مشيت رجعت في الليل شوف في التليفون وراسو لي اختي. صافي تصدمت في الاول، شنو شوم كاتبين؟ شوم كاتبين اللي بغيت تساعد معنا يجي تسخر معنا. نسمع الكومونتيرات ديال الناس. الناس كيدعيو الله يشافيه وفرحت بزاف. رسالة ديال ساكنة طنجة اللي بغيت تسخر معنا، مرحبا بي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.